ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احنا في مخيم النزوح في خان يونس، بعد ما اجينا هنا لجأنا للمخيم بعد التشريد والقصف اللي صار علينا، وبعد بسبب يعني قضاء اوقات الفراغ الكبيره وبسبب الخوف والشريع اللي احنا شفناه يعني في المخيم، وبعد ما لجأنا لهذا فانا ابتدعنا القصه مع الاداره والقائمين على المخيم ومع مجموعه من البنات، يعني انه احنا نعمل ايش حلقات تحفيظ وتفسير وتلاوه للقران، ويعني القائمين على المخيم ساعدونا يعني وابتكروا الفكره معنا انه احنا نعمل مصلى نجتمع فيه حلقات ونخصص يعني ساعات يوميا ونبلش ايش في القراءه، والحمد لله يعني لقينا قبول، والبنات يعني من المخيم ومن الخارج كمان اجوا، وما شاء الله يعني تبارك الله كل يوم العدد بيزيد، ومع الدعم والتحفيز ان شاء الله يعني العدد يعني بنلاقي قبول وتسميع يعني ما شاء الله. كمان بسبب انه يعني السنه الدراسيه يعني ضاعت على الطلاب، فاحنا يعني ناخذ جزء يعني يوميا في الصباح يعني عوض عن التعويض عن المدارس، انه احنا ايش يعني هو جزء كمان من المنهج الدراسي يعني في التربيه الاسلاميه، ان احنا نعوض يعني ونقضي الوقت الفراغ اللي هم الود ونقضى على الخوف اللي هم بيشعروا كل يوم، وهيك يعني ان شاء الله بيصير كل خير. انا حلا من غزه، طبعا تهجرنا من بيوتنا، قبل كنا نروح طبعا على المدارس ونحفظ قرآن في المسجد، بس هلا بطلنا عشان الحرب 2023، اليوم راس السنة 2024. أنا من مدرسة نازحة، في مدرسة جينا على المخيم وعملوا لنا خيمة عشان نحفظ القرآن، فصرنا نحفظ القرآن. قبل في المدارس كنا نحفظ قرآن بالمساجد، بس هلقيتها خلاص عشان صرنا نازحين عملوا لنا خيمة وصرنا نحفظ قرآن.